معكم سعيد زغو من مدينة طنجة، رئيس لجمعية الورود طنجة للسيرك لمختلف الرياضات، حاليا مؤطر رياضي في رياضة الأكروبات ورياضة الجريم بحال كيكون. انتم عندكم الجمعية ديالكم كتنشط في حي العوامة؟ نعم، حي العوامة جوج، منطقة العوامة. منطقة العوامة كتنشط برا المقر وداخل المقر، وكنهتموا بالاطفال بزاف بزاف. كيفاش جيتي انت للممارسه ديال الرياضه ديال الاكروباتيكا ولا بالنسبه للاكروبات؟ اللي دخلنا داخل البحر بحال اللي كيما كاين في العرايس كيف الحصار وكذا، دخلنا على عشوائيه مور داكشي تطور المسائل من جمعيه رياضيه سميناها فرقه الورود طنجة للسيرك لمختلف الرياضات. نعم، فوقاش اسسوا هذه الجمعيه هذه؟ دابا تقريبا شي عامين، نقول في 2018 عام. نعم، وكيفاش وقع عاد تعطلتوا بزاف باش عاد عملتوا الجمعيه؟ شنو هو الاسباب؟ بالنسبه انا كنت السياق اللي جا في التاسيس ديال الجمعيه، السياق ديال التاسيس اللي بغيت تقول. كنت كنمارس هذه الرياضه وقطعت عليها تقريبا شي 15 عام، ملي تزادوا الابناء ديالي يعقوب وسلمان راه معروفين على الصعيد الوطني، ومشاركة ديالو في التلفزيون الدوزي في برنامج دي ارتيس وواحد مهرجان السيرك في خريبكا الدولي وعدة مهرجانات. يعني ربما المشاركة في هاد المهرجانات من ناحية المؤسسية جعلتكم انكم تعملوا الجمعية، تخرجوا من اطار غير المنظم الى تهيكلوا الجمعية ديالكم باش ماشي يمكن تنشطوا. احنا اصلا اللي كنا كنشاركوا في المهرجانات ما كانش عندنا، ما كانش النادي، كنخدم مع الابناء ديالي. ملي شفت الابناء ديالي وصلوا لواحد النيفو هذا بغينا نوصل ميساج للابناء ديال الحي، ملي كيوقع شي تطرف ومسائل تما كتعرف الاحياء محيره بزاف، بغينا نضموا ديك ولاد الحي. اذا باش نقولوا ان الجمعيه هاد الرياضه هذه تطورت، خرجت من المجال ديال غير منظم الى مجال مؤسسه، يعني درتوا الجمعيه المجتمع المدني بدا كيأثر هاد الرياضه هذه، ولكن هي بازال رياضه شعبيه، اذا انتم بالنسبه لكم خصنا ننتقلوا وحل الى رياضه احترافيه مثلا كتنضاو تحت الجامعات اللي كتاثر هذه الرياضه، كيمكن تشاركوا حتى المسابقات. اذا انتم بالنسبه لكم كيفاش يمكن تساهموا في تطوير هذه الرياضه هذه؟ بالنسبه لنا احنا مساهمين ديجا، احنا مساهمين ديجا مضحيين، فهمتي يا استاذ؟ بالنسبه للي خصو يساهم هي تكون عندنا جامعه ديال الجيمباس، حنا اصلا ما عندناش جامعه ديال الجيمباس، عندنا غير جمعيه، عندنا بحال جمعيه كاين واحد السيرك سله الشمس فرنسي، وكاين واحد السيرك هذا في الشمال راه ما كاينش، في الشمال كاين غير الناس كيتعاونوا مع بعضهم، كيكون نادي ديال التيكواندو كيدخلوا فيه بعض الحصص ديال نادي التيكواندو، كيدخلوا فيه بعض الحصص ديال الجيمباس، وكاين الطاقات وكاين المواهب. كيفاش الممارسه ديالكم انتم كيفاش تطورتوا؟ شحال عندكم دابا الممارسين؟ شحال كيفاش تطورتوا؟ تقريبا دابا عندنا شي 80 واحد ممارس في هذه الرياضه ديال الاكروبات العاب السير، والحمد لله هي ماشيه استاذي. وانت كتحضر دابا في هاد التاسيس ديال هاد النادي ديال العريش الاكروباتيك، يعني شنو يمكن تقول لنا على هاد المناسبه ديال التاسيس؟ جينا عند احنا جينا هذه اسره رياضيه، هذا كيتعاون مع هذا الاخ ميتو ولا الاخ عبد الرحمن ولا الجمعيه ديالهم، حنا جينا نساندوهم، جينا نحضروا معاهم باش هما يطلعوا تزادوا المعنويات ديالهم كما كيساندونا هما، ولو غير في كلام طيب والحمد لله زعما هادشي كيفرح. ملي ما كرهناش يكون هادشي هذا كاين في طنجه وقصار وفي المغرب كامل يكون هادشي هذا، ما كرهناش، وخاص يد المعاونه، يد المعاونه راه خاص الدوله هي اللي خاصها. نعم، لاحظنا بان العريش وديك الشيء داروا هاد الشراكه مع السويد، يعني جمعيات من السويد، ربما جمعيات كتهتم بهاد الاكروباتيك. انتم بالنسبه لكم كيفاش يمكن على مستوى الشراكات في المستقبل باش توسعوا العمل ديالكم؟ نطلبوا الله خير، احنا بدنا نطلبوا الله خير، تكون جمعيه سويديه، تكون المانيه، تكون عربيه، احنا بدنا بزاف المرات ترفع علينا بعد خدامي في السعوديه وفي عمان. فهمتي الخدمه اصلا كتخدم برا بزاف، وخص يكون عندك الكونتاك مع الناس اللي هنا. وشنو الكلمه الاخيره اللي يمكن توجه للناس اللي باغيين تشجع الناس انهم يمارسوا هذه الرياضه هذه بالاخص بالنسبه لطنجه اللي بدات يعني كتضرا فيها بزاف ديال الرياضات وديك الشيء يعني كيمارسوها؟ الميساج اللي غنوصلوا لهم هما خصهم يتعاونوا ويشوفوا في الجمعيات ويعاونوا الجمعيات ماشي ماديا،
المعنويين ويعطيهم بعض الفضاءات اللي يمارسوا هذه الرياضه. المشكل اللي عندنا حنايا هو ما كاينش الفضاء. انا اللي كان الميزه اللي كنوصل هما يعطيو الفضاء للجمعيات والانديه والهاويين. نعم، هي رياضة هذه شعبية كتمارس في الفضاءات العامة، في الغابات، في الساحات، في الفضاءات يعني في الحدائق ممكن يعني تمارس ذلك الشيء. الفضاءات العامة في الشارع كيقولوا له هذه الرياضة، كيقولوها في الشارع كاين هذا اللي كيمارس هذه الرياضة بزاف كيخرج يعمل سبيكتاك ديالو برا. وعلى مستوى التظاهرات، واش عندكم شي تظاهرات خاصة كديروها سنوية أو كتشاركوا فيها؟ شنو هي التظاهرات اللي كتنظموها وكتشاركوا فيها؟ مهرجانات، كنخدموا مهرجانات، حفلات، مدارس، كرنفالات، فهمت؟ هادشي اللي كاين في السادو وشكرا.